السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي من مجمع التعليم بالفيوم مع درس جديد من دروس القواعد النحوية. نتحدث اليوم في درسنا عن تدريبات ومراجعة على بناء الفعل الأمر والماضي. تحدثنا في الدروس السابقة على أن الفعل الماضي والفعل الأمر دائما ما يكون مبنيان. اليوم سوف نعرض تدريبات من أجل حلها على الفعل الأمر والفعل الماضي. السؤال الأول: أعرب الفعل في الجمل الآتية: نجح الطالب في الامتحان. الفعل عندنا طبعا في الجملة هنا الأولى هيكون كلمة نجح. طب نجح ده فعل إيه؟ ده فعل ماضي مبني على الفتح. لماذا؟ لأنه فعل لم يتصل به أي ضمير ولا زوائد، يبقى فعل ماضي مبني على الفتح. طب فين الفعل بتاعه؟ طبعا الفعل هي كلمة الطالب، يبقى الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. 2- الفنان رسم الصورة. طبعا الفعل عندنا في الجملة هي كلمة رسم، يبقى ده فعل ماض مبني على أكيد طبعا الفتح لعدم اتصاله بأي ضمير. طيب فين الفعل بتاع الفعل بتاعنا؟ طبعا نسأل بكلمة من؟ من اللي رسمه؟ تقول لي الفنان، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نمى الزرع سريعا. طبعا الفعل عندنا كلمة نمى. طيب ده فعل ماضي مبني على الفتح المقدرة، وطبعا الفاعل هي كلمة الزرع، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. رابعا: الحديقة أثمرت عنبا. طبعا كلمة أثمرت هي الفعل عندنا، هو فعل الماضي مبني على الفتح، والتاء المتصلة بها دي تاء التأنيث، يبقى ده مبني على الفتح عادي خالص. يبقى فعل الماضي مبني على الفتح والتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. طبعا والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، عائدة على الحديقة. خامسا: اللاعبان اشتركا في المسابقة. الفعل عندنا كلمة اشتركا. طيب اشتركا ده فعل الماضي مبني على ايه بقى؟ تقولي متصل به ألف الاثنان، يبقى ده فعل ماضي مبني على اكيد برضو الفتح لاتصاله بألف الاثنين، يبقى هنا فعل الماضي مبني على الفتح حتى لو متصل به ألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. الجملة اللي بعد كده: خلقنا الله على الفطرة. تقولي الفعل عندنا هنا في الجملة هي كلمة خلق أو خلقنا كلها على بعضها، يبقى خلقنا دي خلق زائد الناء، يبقى خلق فعل الماضي مبني على الفتح أيضا، والناء اللي متصلة بالفعل بنعربها مفعول به، لأن لفظ الجلالة الله هو الفاعل عندنا، يبقى الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ونرجع للناء المتصلة بخلقة ده ضمير مبني في محل نصب مفعول به، اسمها ناء المفعولين. مثال آخر: الصوم فرضه الله في شهر رمضان. تقولي الفعل عندنا كلمة فرضه، يبقى فرضه فعل ماض مبني على الفتح والهاء نفس الكلام. احنا عندنا ثلاث ضمائر اساسيه اللي هي الهاء والياء والكاف، ثلاث ضمائر، ثلاث ضمائر شائعه اذا اتصلت باي فعل تعرب ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يبقى هي هما الضمائر دي الهاء والكاف والياء اللي هي ياء المتكلم، يبقى فرضه متصل بها الهاء، يبقى الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أمال فين الفاعل؟ تقول لي مين اللي فرضه؟
اقول لك الله، يبقى لفظ الجلال الله ضمير، لفظ الجلال الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. المثال الآخر، 5 صلوات فرضهن الله على المسلم. تقول لي برضو الفعل عندي كلمة فرضهن، يبقى فرض زائد الهاء والنون، يبقى فرض فعل ماض مبني على الفتح والهاء. احنا خدنا قاعدة الهاء المتصلة بالفعل بتعرب ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والنون دي نون العائدة على الصلوات لأن الصلاة مؤنثة. بعد ذلك منحك الله نعما كثيرا. الفعل عندنا كلمة منحك أو منح زائد الكاف. طب يبقى منح فعل ماضي مبني على الفتح والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به اللي احنا قلنا عليها من شوية. وطبعا لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ذاكرت دروسي جيدا. الفعل عندي كلمة ذاكرت. طب ده فعل ماضي مبني على الايه؟ تقول لي دي ذاكرة زائد التاء ومفيش اي في الجملة مؤنث، يبقى ذاكرة هنا متصلة بها تاء اسمها تاء الفاعل. واحنا نفتكر مع بعض قلنا الفعل الماضي يبنى على السكون اذا اتصل به ضمير من 3، يا اما تاء الفاعل يا اما نون النسوة يا اما نال فاعلين. يبقى هنا فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. طب والضمائر دي كلها بنعربها ايه؟ على طول فاعل، يبقى التاء ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل. طيب هل شربت العصير يا محمد؟ تقول لي الفعل عندي كلمة شربت. طيب وده فعل ماضي مبني على ايه بقى؟ تقول لي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ايضا، يبقى والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل. استطعنا التغلب على الصعاب. يبقى الفعل عندنا كلمة طبعا استطعنا، ده استطع زائد النا، استطع زائد النا. طيب يبقى الفعل ده فعل ماضي مبني على ايضا السكون لانه متصل بايه؟ بنا، ناس معناه الايه؟ الفاعلين. طيب والفاعل ونا الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. المثال بعد ذلك، الطيبات عالجنا، الطبيبات عالجنا المرضى. يبقى الفعل عندنا كلمة عالجنا، ده فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة، والنون النسوة ضمير مبني في محل رفع فاعل. 4-14، العمال أتقنوا عملهم. العمال أتقنوا عملهم. الفعل عندنا كلمة أتقنوا، ده فعل ماضي مبني على أكيد الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. أخيرا المصريون بنوا أعظم الحضارات. يبقى الفعل عندنا كلمة بنوا، ده فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله أيضا بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. تدريبات أخرى على الفعل الأمر. قال لي اعرب الجمل الآتية والأفعال الآتية. أول جملة بتقول لي ارمي بالعجب وراء ظهرك. الفعل عندي كلمة ارمي، ده فعل الأمر مبني على طبعا حذف حرف العلة، ان اصلها ارمي اخرها حرف علة واتحذف هذا الحرف، يبقى ده فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مصدر تقديره ارمي انت. ثانيا، تجاوز عن هفوة اخيك. الفعل طبعا عندنا تجاوز، ده فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مصدر تقديره انت. 3، تجمل بالصبر حتى تتجاوز المحنة. طبعا الفعل عندنا كلمة
تجمل، ده فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مصدر تقديره تجمل أنت، يبقى ضميره تقديره أنت. اسمه في خلقك وتعاملك، ده فعل أمر مبني على إيه؟ تقول لي مبني على حذف حرف العلة، اسمه آخرها حرف علة اللي هو الواو، ولكن حذف لأنه فعل أمر، وإحنا قلنا الفعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء، يبقى ده فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره اسمه أنت. خمسة، قف وقفة المتأمل في كل كلمة تقرأها. طبعا الفعل عندي قف، ده فعلا أمر مبني على السكون عدم اتصاله بأي ضمير أو كان معتل الآخر، لا طبعا يبقى فعل الأمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ستة، تعاونوا على البر والتقوى. طبعا الفعل عندنا كلمة تعاونوا، ده فعل أمر مبني على حذف النون أو حرف النون وواو الجماعة في كلمة تعاونوا، في ضمير مبني في محل رفع فاعل والألف فارقة. قل الحق يا بني أينما كنت، طبعا قل فعل أمر مبني على السكون لعدم اتصاله بأي ضمير أو كان آخره حرف علة، والفاعل ضمير مصدر تقديره أنت. حافظوا على نظافة المدرسة. حافظوا فعل أمر طبعا مبني على حذف حرف العلة، حذف النون والواو واو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من التدريبات بتاعتنا. يبقى إحنا كده رجعنا على درسي فعل الأمر وفعل الماضي، وأتمنى إن إحنا نذاكر الدروس كويس ونذاكر التدريبات، وإن شاء الله يكون الأمور سهلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معكم أستاذ مصطفى محمد، مدرس اللغة العربية بمجمع التعليم بالفيوم.